دابا القصبة ديال بولعوان هي إسماعيلية 100% في البناء ديالها، في الاكتمال ديالها. في منذ 50 عام تقريبا انقلبت، أصبحت عبارة عن إنغوين ني بلوس ني موا. كل ترميم غيكون نفعي آني، يعني غتبان الخدمة ديالو والجدوى ديالو. هذا السؤال ديال التأثير المتبادل بين البرتغاليين والمغاربة، ولو أن البرتغاليين ملي دخلوا ابتداء من احتلال سبتة في 1415 وجايين كيحتلوا الشواطئ المتوسطية والأطلسية، دخلوا نمط جديد في الهندسة المعمارية اللي كانت معروفة، الهندسة المعمارية العسكرية الإيطالية بالأخص، ولكن هما براسهم تأثروا بالهندسة المعمارية المغربية. داكشي علاش كنسموه التراث المغربي البرتغالي، هو ماشي برتغالي 100%. فكاين تأثير مغربي في ملي كتشوف شاتو دمار قصر البحر في اسفي، كيبان لك فيه تاثير موحدي، ولكن جايبينه من يمات الاندلس. التاثير البرتغالي في المغرب كيبان بصفه خاصه في العهد السعدي ماشي في العهد العلوي. تفسير تاثير التاثر ديال السعديين بالهندسه العسكريه الاوروبيه بصفه عامه البرتغاليه والنمط الايطالي ديالهم، وهو انه وليد الحاجه بعدا، لان امتلاك السلاح الناري ما غاديش يصلحوا ليه داك الابراج المغربيه الوسيطيه واللي كانت في العالم كامل اللي فيها مثلا جوج الامطار، فوليتي خاصك ابراج ضخمه اولا اللي كتصمد امام الضربات ديال العدو بالمدافع بالمدفعيه الثقيله، وانت عاوتاني كذلك كدوله سعديه مغربيه كتقدر دير حمل الاسلحه فوق هذيك الابراج لمواجهه العدو. هنا في قصبة بولعوان، واحدة من القصبات ديال السلطان مولاي إسماعيل، اللي الموقع ديالها في البقاع والأرض ديال دكوالا، في واحد من أجمل وأعقد الالتواءات ديال واد أم الربيع، واحد من كبار الأنهار في المغرب. وفي الحد الفاصل، يعني هذاك الواد هو اللي فاصل بين المجال ديال دكوالا والمجال ديال الشاوية، فجات يعني بعيدة على الجديدة بواحد 70 ديال الكيلومتر. هنا بولعوان كما قلنا كانت نهضر على قصبة أبو الأعوان في القرن 12، اللي ما عندناش عليها معطيات أثرية مضبوطة، ولكن في الغالب الأعم يعني كاين اختلاف بين المؤرخين، لأن مولاي إسماعيل حول المقر ديال القصبة الأولى وبنى القصبة هذه الحالية اليوم اللي كاينة يعني من صفر، وكاين اتجاه آخر فصيل اللي كيقولوا بالدلارة يعني نشأها على أنقاض القصبة الأولى اللي كانت ديال القرن الثاني عشر. ولكن كيف ما كان الحال في الطابع ديالها العام، دابا القصبه ديال بولعوان هي اسماعيليه 100% في البناء ديالها، في الاكتمال ديالها. Woo!
التطورات بصفة عامة مادي ولا مادي وبصفة خاصة في شقه المعماري والأثري هو فيه عنده أبعاد دلالات رمزية دياله. كاين البعد الأول هوياتي عنده علاقة مع التاريخ جميع شعوب الأرض يعني ديال الهوية ديال الشعب وديال البلاد وديال الأمة. هذا جانب. الجانب الثاني هو أن التراث رافعة اقتصادية لا محيدة عنها. وحنا دابا في القصر ديال بولعوان عندها خصوصية عن باقي المعمار اللي هو موجود مثلا في المدن. هذا مجلي في البادية في الدواور في جنب الواد يعني الترميم ديالو مكلف جدا وكل يعني عبر محطات ديال الترميم كل ترميم غيكون نفعي وآني يعني غتبان الخدمة ديالو والجدوى ديالو والواقع ديالو غيبان يعني في غيبان يعني من ناحية سوسيو ثقافية ومن ناحية سوسيو اقتصادية على بصفة عامة غيكون عنده وقع مباشر ويعني وسريع يعني ترميم ذكي. بكل صراحة علاقتي بهذا المكان ديجا أنا مزداد في هذه المنطقة بالضبط من منذ الصغار ومن الدراسة الابتدائية كنت دائما كنهبط لهذه القصبة اللي هي عمارة عبارة عن معلمة تاريخية كترجع للسلطان مولاي إسماعيل اللي أسسها وكانت عبارة عن قلعة عسكرية لحماية هذه المنطقة الجنوبية ديال المغرب في العهد القديم. العناية نهائيا حتى أنها في منذ 50 عام تقريبا انقلبت زعما صبحت عبارة عن إنغوين ني بلوس ني موا ولكن ما عندكش باقا زعما الآثار باقي مهم وباقي الناس كتزورو وباقي وخاص بزاف تاع الحوايج اللي هما يداروا معانا مع عرفتها وأنا صغير ومنذ الهجرة ديالي لفرنسا وكنجي تقريبا سنويا وكنزورها وكن قالت لي انه انا ملحامه من 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 محمين ودامين هي في الجسم ديالي انه قلت لك انا خلقت هنا في هذه المنطقه. ما كاينش لي زانفراستركتور ما كاين لا بنية تحتية لا مقاعد والناس كيعانيوا من هذا المشكل. هي اللي عطاتني ليدي قلت ربما انا كمهاجر في اوروبا علاش ما نديرش واحد المؤسسة هنا كمنتجع عنده علاقة بالسياحة القروية. كيف هذه ليدي جات من هذه القصبة على ديال بولعوان باش نكونوا واضحين هو بصفه عامه الترميم ديال اي معلمه ملي كيكون الترميم من ناحيه تقنيه ناجح 100% يعني بشهاده الجميع كتكون في الحقيقه نجحتي غير 50%. علاش كتكون نجحتي غير 50%؟ لانك الا ما عطيتيش واحد الوظيفه جديده لذاك المعلمه يا اما كتعاود ليها نفس الوظيفه اللي كانت عندها على حسب طبيعه المعلمه يا اما كتقدر تعطيها وظيفه جديده على حسب ضوابط تقنيه علميه هي كذلك وسوسيو اقتصاديه باش تكون كتماشى مع هذيك المعلمه.
الحالة ديال القصبة ديال بولعوان ملي نساليو الترميمات ديالها وتكون الترميمات تقنية ناجحة غادي يكون عندنا خصنا إعادة الاستثمار ديال هذا الفضاء. فإعادة الاستثمار ديال بولعوان كما قلت مختلف على الاستثمار ديال المعالم التاريخية داخل الفضاء ديال المدن باعتبارها كاينة في البادية. إعادة الترميم ديال القصبة ديال بولعوان غادي ينطلق ترميم ديال الأجزاء المهددة بالانهيار، الأجزاء اللي هي يعني استعجالية، ونمشيو ندوزو طرف بطرف داك الساعه. أولها مثلا عندنا دار السلطان مع المنزه ديالها اللي طالع شاهق تبارك الله. هذاك دار السلطان اللي كان عندها الفناء ديال الاوساط والقاعات دايره بها يعني بالزليج ديالها، حتى لو تراسي ديال الزليج قادرين نعاودوه كيفاش كان الزليج مصاوب البلدي المغربي بديكوب صغيرين، والقاعات بربعه اللي دايرين بها بالاروقه ديالهم يعني بالبيليات ديالهم بالاعمده، وكذلك المنزه، المنزه اللي فيه واحد ثلاثه ديال الطوابق ديال الشرفات منين كيتمكن تطلع على الواد ديال ام الربيع. كاين كذلك المسجد، المسجد اللي كان في واحد الفترات من الترميم ديالو عمل مستحسن ولكن السقف ديالو ما كانش حسن، فغادي يتعاود هذاك الجامع ويقدر يولي تقام فيه الصلوات يعني ماشي بالنسبه للناس الدواوير المجاوره من دون شك. عندنا الاهريه كذلك، الاهريه هذوك الهريان اللي عارفينهم اللي باقيين واللي انضطروا عارفينهم قدروا نعاودوا غادي نصلحوهم. ومع هذا الشيء هذا خص تكون حفريات اثريه، راه يمكن تكون 20 30 سنه ديال الحفريات الاثريه ولكن غتكون حتى هي حفريات اثريه ذكيه. غادي نمشيو نبداو بالحفريات الاثريه في البلايص اللي عارفين غادي نلقاو مباشره من البعثه الاثريه الاولى في الشهر الاول ديال الخدمه، غادي نبينوا على بعض الابنيه الاثريه اللي مطموره تحت الارض ديال بولعوان ديال القصبه، وغادي تبان للعيان وغادي تعطيه موقع اثري، وغتبان الصوره ديال بولعوان كيفاش كانت جزئيا طرف منها يعني طرف بطرف في الفترة فاش بناها مولاي إسماعيل. هاد الفضاءات الأخرى اللي هضرنا عليها ممكن تعطاها وظيفة، مثلا دابا بحال دار السلطان يعني اللي غادي تبنى بالقاعات ديالها والفناء الأوسط ديالها يمكن ليها تكون عندها واحد الطابع سوسيو ثقافي مصالحة. المنزه كذلك راه الناس غادي يبقاو يطلعوا ويشوفوا الواد ويتمنظروا يعني كمحل سياحي. هذيك الاهريه تعطاتها هي وظيفه يعني ما غاديش تكون غير الناس ملي غيدخل الزائر المغربي ولا الاجنبي غادي يزور الاهريه غادي يشوف البناء ديالها ويفهم الميكانيزمات ديالها وعلاش وكيفاش وسميتو والتقنيات ديالها، ولكن في نفس الوقت غادي يلقى واحد المعارض ولا غيلقى واحد المتحف ولا غيلقى يعني غتكون عندها وظيفه. خصنا نخلقوا واحد الجو عام هنا ديال بولعوان، لما ياتي السائح ما يمكنش ما يلقاش حتى قهوه فين يشرب قهوه ولا فين ياكل ولا شي حاجه، لا غادي يلقى بلانه راه ممكن يجي لبولعوان ويريح هنا ثلاث ايام، ماشي غادي يجي في الحافله السياحيه ولا في السياره ديالو ويزورها ويشوف هادشي كله مزيان، وغادي يكون الدخول بالاداء بطبيعه الحال لان غادي تولي ذاك الساعه معلمه مؤده عليها الدخول، ولكن الدخول ماشي شي فلوس كثيره بزاف اللي غادي تدخل من الخزينه العامه للمملكه في الضرائب المباشره وغير المباشره، هذاك الشيء قليل واخا يجيو بمئات الالاف غادي يكون المدخول قليل، ولكن ملي غنديروا مشاريع اخرى موازيه في الجنب ديال القصبه بولعوان في الجنب ديال الواد في الاراضي الشاسعه ديال الناس غادي يكون هنا بحال خلقنا واحد مجتمع صغير فهمتي، ولكنه اوريونتي موجه
هذا التوجه ديالو. غادي تولي اروقه ديال البيع والشراء، غادي تولي اروقه الصناعه التقليديه، غادي يوليو دكاكين، يكونوا مقاهي ويكون اقامه سياحيه مثلا لا ميزون دوت، داك دور الضيافه، ويكون عنده طابع بلدي. Thank you.